أشرف والي ولاية تندوف سيد دحو مصطفى على تنصيب اللجنة الولائية لتوزيع السكن بمختلف الصيغة برئاسة رئيس دائرة تندوف، ومن المنتظى توزيع 5000 وحدة سكنية بين السكنات الريفية وقطع أراضي اجتماعية، كما سيتم توزيع 200 سكن اجتماعي. هذا وقد أكد سيد الولي على ضرورة احترام الأحقية في الاستفادة وفق معايير من بينها أقدمية طلب السكن والحالة الاجتماعية لكل طالب. التغطية لمحمد الجرب. اليوم اتخذنا قرار متعلق بإنشاء لجنة. هذه اللجنة متكونة من إداريين ومن منتخبين من المجلس الشعبي الولائي الذين لهم باع طويل فيما يتعلق بمعرفة ساكنة ولاية تندوف. أثرنا أن تكون لحمة بين الإداريين والمنتخبين قصد إعداد هذه القوائم. الحصة التي ستشرف على اللجنة توزيعها بمختلف الصيغ إن شاء الله 5000 سكن بين بناء ريفي والجلسات الاجتماعية، و 200 سكن فيما يتعلق بالسكن الاجتماعية. في هذا الإطار فإننا الحين على اللجنة فيما يتعلق بمنهجية العمل، لابد من وضع باريم رزنامة باريم اللي على أساسه يتم تنقيط الملفات. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية احترام بطبيعة الحال الناحية الاجتماعية الخاصة بالمستفيدين وأقدمية الملفات.